صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال ديال البنات المولودات بشهر 3 او اصحاب برج الحوت. لانه لما كتبت في المنتدى فشفت على حساب الطلبات، فكان العدد اللي صوته لبرج الحوت كان اكبر، فغادي نبدا به ويجي داكشي بالتسلسل، يعني الاكبر ثم الاقل ثم الاقل ثم الاقل. وانا كل المره كل بين فتره وفتره غادي ندير لكم الفال ديال الابراج ديالكم، فان شاء الله فالكم فال خير وفال ايجابي. فهذا غادي يكون كي قلنا الفال ديال البنات من اصحاب برج الحوت. ان شاء الله الفال يكون زوين، ان شاء الله الفال يجيب لكم حاجات ايجابيه او فائده او فرحه، او مثلا يجيب لكم ارشاد او حاجه اللي تفرحوا عليها، فكنتمنوا يكون مزيان. ولكن انا يعني كالعاده اللي بان لي في الكارطه غادي نقولوا، كنقول لكم وكنعاود مرارا وتكرارا، انا اللي في الكارطه كنقولوا كان زوين او كان خايب، فانا كنقول وانما تنقول لكم الا جاكم فال كما بغى خاطركم تقبلوه تبناوه، قولوا هذا الشيء غادي يحصل وحاصل ان شاء الله. الا جا الفال سلبي كانه لم يكن، كاني ما قلتش هذاك الكلام، ما تقولوش هذاك الشيء غادي يحصل لكم، الغيوه الغيوه من التفكير ديالكم بالكل. اما اللي عليا انا جات تنبيهات جات تحذيرات نقولها ما تقدرش نسكت. ان شاء الله فالك خير فالكم ايجابي. الفال غادي يكون بالنسبه للمتزوجات مطلقه ارامل عزاب، كانوا عندهم حبيب او ما كانش عندكم حبيب، فالفال غادي يكون لكم. والفال درناه او النيه على حساب البرج، على حساب البنات اللي البرج ديالهم الحوت، فبالنية كل شيء. فهذه النية ديال برج الحوت، وغادي نشوفوا على حساب البشرة. فغادي نبدا بصاحبة البشرة البيضاء من برج الحوت. ان شاء الله الفال ديالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. هذا الفال ديال صاحبة البشرة البيضاء برج الحوت، ان شاء الله خير. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على بنت او سيده اللي هي سمراء، خايفه عليها او حامله الهم ديالها، كتفكري في حياتك العاطفيه، غادي ياتيك الله برجل اسمر. فكل وحده وكيفاش الرجل الاسمر اللي غادي تفوز بالمعزه او المحبه او اللقاء ديالو، هي معزه ومحبه وتفاهم وتصالح غادي يكون مع رجل اسمر. كان حبيب، كان زوج، كان اخ، كان صديق، كان شريك في العمل او جار، فهو شخص اسمر غادي تفوزي بالمعزه ديالو وبالتسامح او التصالح مع هذا الشخص. هذا هاد البنت او هاد السيده السمراء اللي انت حامله الهم ديالها، عندها غيار، عندها مشكل على سفر على بلاد بعيده، حتى الا كانت في البلاد البعيده هاد السيده اللي حامله الهم ديالها، فعندها مشاكل، عندها غدر. اذا كانت مغتربه، انا كنقول ماشي انت البيضاء، السيده اللي كتفكري فيها اللي هي سمراء، ممكن تكون البنت ديالك، ممكن الاخت ديالك، ممكن سيده عندك في البلاد البعيده مغتربه، فعندها مشكل كبير جدا، فهي محتاجه للمساعده، محتاجه اللي يرفع لها المعنويات، محتاجه اللي يهضر معها، فالمشكل عندها كبير جدا هاد السيده هذه. اما اذا كان عندك مع سيده سمراء مسائل قانونيه او اداريه او في العمل، فالامور غادي تكون ايجابيه وجيده، حتى اذا كان عندك معها مشروع فالامور غادي تكون ايجابيه مع هاد السيده هذه. اما الحاجه اللي كتفكري فيها الخاصه بها هي، فهي في دمار، في غيار، في مشكل، ممكن حتى الا كانت مزوجه عندها فراق او طلاق، عندها مشكل حتى في السفر هاد السيده اللي هي في بلاد الغربه واللي انت حامله الهم ديالها.
قلنا فقط إذا كان عندك معها شغل، شراكة أو أموال أو حاجة إدارية أو عمل، فالأمور غادي تكون جيدة. بالنسبة للحظوظ ديالك، فعندك بلوكات في الحظوظ ديالك، غادي تكوني شوية واخا تجيك الحظوظ فما كتفرحيش لها، يعني حتى كتقولي صافي وصلت للنجاح أو وصلت للنهاية، كيجيك بلوك وكيهدم لك كل شيء، المسائل وخصوصا البلوكات اللي عندك بخصوص البيع والشراء وبالعتبة، أي حاجة خاصة بالعتبة أو محل أو عقار هنا شوية اللي خاص بالمكان فيه شوية عراقيل، فيه بلوكات، كاين حتى ممكن يكون عندك طاقة سلبية في العتبة أو في المحل ديالك أو في الأرض اللي انتيا كتجري وراها أو كتقولي علاش ما كتباعش أو علاش ما كتنتجش، فكاين طاقات سلبية بهذا الخصوص هذا، فخصكي ديري شوية علاجات. بالنسبة للحياة العاطفية ديالك، كنشوف أن الرجوع كاين وخصوصا هنا من طرف الأبيض، فنسبة الرجوع كاينة كبيرة أو المصالحة مع هذا الأبيض كاينة، غادي يكون عندك مكالمات هاتفية كثيرة من الناحية العاطفية. كنشوف هنا كاينة سيدة بيضاء اللي تابعك بالعين والحسد وكتغار منك في هذه الأيام المقبلة. بالنسبة نهضروا على هذا الأبيض أكثر، فالأبيض قلنا كاين مصالحة، كيفكر في المصالحة واخا هو بعيد عليك ورد عليك بالظهر، وكنحسوا أنه هنا مغير ومشكل وعنده مشاكل في أوراق، فالقلب والتفكير ديالو كاين معاك، الحب مازال واخا متخاصمين أو متطلقين فمازال الحب قائم، مازال غادي يرجع لك هذا السيد هذا. المستوى المادي ديالو شي شوية طايح، نفسيته متحطمة، لهذا الحبيب ديالها وكتقول ما عرفتش واش كيفكر في الزواج او لا، فهو كيفكر في الزواج، كيفكر في علاقة جدية، ولكن عنده شوية خصاص من ناحية المادية. كنشوف الا كنتي كتسألي على الحنطي، فالحنطي كيبغيك، عنده افكار جيدة هذا الحنطي، فخدي بالافكار ديالو، خدي بالانتقادات، خدي بالرأي ديال هذا الحنطي، غادي يكون ممتاز. هذا الحنطي عنده تغييرات الى الاحسن، عنده فرحة، عنده نجاح، عنده حاجات اللي هي رائعة جدا، سواء كان حبيب، كان زوج، كان ابن او اخ، وانت حاملة الهم ديال هذا الحنطي، فالامور جيدة، عنده نجاحات، عنده اعلام الفرح هذا الحنطي هذا. فقط انت ما كتعجبكش الافكار ديالو، او لما كينتقدك او لما كيعطيك بعض النصائح ما كيعجبوكش وكتعصبي، فبالعكس هاد الايام الحنطي رائع والهضره ديالو ايجابيه بالنسبه ليك. الا كنتي كتسالي واش هاد الحنطي كيبغيك او ما كيبغيكش، فهو طايح في حجرك، كاين الحب ولكني قليل التعبير، ما كيعرفش يعبر على الحب، ما كيعرفش يقول لك الرومانسيه والكلام الحلو والمعسل، هاد الايام ما غادش يعرف، ما غادش يقدر يقول لك هاد الكلام، ولكن الحب راهو كاين. كنشوف انه بعض المرات كيحس بانك بحال يعني كتخدعيه او كتماطلي او كتلاعبي به، فهو بعض المرات كيكون عنده هذا الاحساس هذا، اما هو باغي الاستمراريه معك كيشوف لك الزهرك. بالنسبه للاسمر، الاسمر وكذلك كاين الحب، كيبغيك، كاين الاتصال معاه، كاين حياه عاطفيه زوينه، كاين رجوع مع هذا الاسمر، ولكن الاسمر هاد الايام غادي تكون مأثره عليه الام ديالو او الاهل ديالو، وكيديروا له اسحار باش انه يكون تابع لهم ويسمع الهضره ديالهم، فهما شادينو بالسحر باش يتحكموا في هاد الاسمر كيف ما بغاو. اللي عند هاد الاسمر عندك، الا كنتي باغيه حمل، فالحمل ممكن يكون عندك فرحه بخصوص ولاده او حمل، او فرحه بخصوص الابناء ديالك، والا كان هذا الحبيب ديالك فكنشوف الاهل ديالو ما باغيينكش وما محبدينش الفكره ديال انه يكون معك او يرتبط معك، عفوا او يرتبط معك، فهما ما باغينش، اما هو فباغي وطيح بحجرك وكيبغيك، ومازال غادي تحصلي على مبلغ مالي من عند هذا الاسمر او هديه معاه، هو باغي الاستمراريه معك وباغي يدير معك حياه عاطفيه جيده، وباغي يدير معك الاولاد هذا الحبيب اللي هو اسمر.
فهضرنا على الاحبه وهضرنا على الحياه العاطفيه غادي تكون ممتازه، كاين اتصالات، كاين اجتماعات، كاين لقاءات، كاين هضره وكلام، كاين خروجات مع هذا الحنطي، مع الاسمر، مع الابيض، فكاين اتصالات وكاين خروجات واشياء جيده عاطفيا، الامور جيده كثيرا. وقلنا شويه عندكم سحر او طاقه سلبيه كل ما يخص العقارات، المكان يعني اللوكال هو اللي عندكم فيه مشكل. وقلنا البنت اللي هي او السيده السمراء اللي هي مغتربه وانتم حاملين الهم ديالها، عندها مشكل كبير وهي في حاجه للمساعده او في رفع المعنويات ديالها او في مساعده ديالها، فالمشاكل ديالها كبيره جدا هاد السيده هادي، وممكن حتى يكون عندها طلاق. فما عرفتش هاد السيده تكون البنت ديالك او الاخت ديالك او سيده كتعرفيها كاينه على برا. اما اذا كان عندك عمل او حاجه ماديه او شراكه او باغا ديري شراكه مع هاد السمره فالامور جيده، حتى الا كانت عندك اوراق معها فالامور جيده. الا كتسالوا على اي شيء خاص بالمحكمه، بالعمل، بالدراسه او مؤسسه كيفما كانت، فالامور جيده ولا تترددي، الامور عندك جيده من هاد الناحيه. هذه الفال ديالك رائع جدا يا البيضاء اللي هي من برج الحوت. وغادي نشوفو على النية الحنطية اللي هي من برج الحوت. فغادي تكون انتي هذه الحنطية وعلى النية اللي هما من برج الحوت وهما حنطيات، نشوفوا الفال ديالكم واش غادي يقول لك انت وحظك مع الفال، لان القناة ديالي سميتها انت وحظك. فالحظ فممكن يجيب لك حاجات زوينه، ممكن يجيب لك تحذيرات كما قلنا، ممكن يجيب لك توصيه، فالحظوظ هي كثيره، ممكن تكون ايجابيه وممكن يجيك حتى انذار او توجيه خلال الفال. فانتي وحدك مع الفال يا الحنطيه، كنتي متزوجه، ارمله، مطلقه، عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، على نيه برج الحوت. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. قلبك هنا على اداره او مؤسسه تعليميه او محكمه او على العمل، كتفكري في مبلغ مالي بسيط شويه، غادي يكون عندك خصاص من الناحيه الماديه او مشكل مادي، غتكون شويه مقلقه من الناحيه الماديه. اللي كتبحث على عمل غادي يكون عندك جوج العروض بخصوص العمل، جايينك جوج ديال الاتصالات بخصوص العمل. كنشوفك مغيره شي شويه على حياتك العاطفيه، انت عصبيه هاد الايام من الناحيه العاطفيه، او غتكوني سريعه الرد، او غادي تكوني متوتره جدا. كاين اللي هي مغيره وباغيه حمل او مغيره على الابناء ديالها، وكاينه اللي دخل في حياتها شخص جديد ومقلقه وخايفه وكتقول واش نستمر او ما نستمرش مع هذا الشخص اللي هو دخل في حياتك جديد. ف كنشوف العتبه، غادي يكون عندك تغيير عتبه او سفر الى مكان قريب او ذهاب الى عتبه اخرى كضيفه بعد ثلاث اوقات، ممكن ثلاث ساعات او ثلاث ايام، عندك دخول عتبه جديده، ممكن كضيفه او ممكن انك تكتري بيت جديد او تدخلي واخا يكون عندك جوج بيوت، يعني غادي تنتقلي من هذا البيت لبيت اخر. بالنسبة للحظوظ المالية فهي قليلة وعندك شوي خصاص من ناحية المادية، من ناحية الأوراق أو العقود أو الشهادات أو الرخصة أو الإقامة أو الجنسية، فهذه الأمور جيدة وعندك حظوظ فيها. بالنسبة ليك يا الحنطية، كنشوف غادي يكون عندك اتصالات هاتفية كثيرة، عندك ترتيبات وتنظيمات غادي ديريها مع مجموعة الرجال، يعني الأشغال غادي تكون عندك مع الرجال أكثر، اجتماعات مع الرجال، لمات مع الرجال، شغل كثير مع الرجال، ومناقشات وآراء، وغادي تكوني يعني محط الأنظار والاستشارات، الناس غادي تكون كتطلب منك استشارات، الناس غادي تبغي الرأي ديالك، الاجتماعات كاينه، اللمات، الحظوظ كاينه مع
الرجال اكثر، وقلنا كاين فيكم اللي غادي يجيوها جوج العروض بخصوص العمل، ولك الاختيار. الحياة العاطفية شوية انت عصبية، غادي تكوني من الناحية العاطفية عصبية. كاين اللي غادي تنتظر يعني الحمل بواحد الشدة، بواحد الحب، يعني باغية يكون عندك طفل، ولكن مادام انك خايفه وانك مقلقه فما كتخليش هذاك الحمل يكون، فحيدي عليك القلق والخوف حتى ان هذا الحمل يكون عندك تغييرات او انتقالات كثيره او مشاوير غادي ديريها خلال 3 ساعات من رؤيتك القراءه وبعد 3 ايام او يوم الثلاثاء، او عندك دخول عتبه جديده كضيفه، او ممكن كراء بيت جديد او ذهاب من عتبه الى عتبه. وقلنا من ناحية المادية عندك شي شوي خصص من ناحية المادية، أما من ناحية الأوراق الإقامة والجنسية والشهادة أو الرخص فهاد الأمور جيدة جدا يا الحنطية. ونشوفوا الأحبة، فاللي كتسأل على الحنطي على الأبيض على الأسمر يعني بثلاثة بهم كما كان عندك الحبيب أو الزوج، فالهضرة والكلام كاين، الحب كاين، طايحين في حجرك كيبغيوك، حتى الرجوع اللي كتنتظر الرجوع فالرجوع المصالحة راها كاينة. الأبيض كيفكر في الرجوع وعندك رجوع معاه بعد 3 أوقات، الأسمر حتى هو كيفكر في الرجوع ولكني خايف منك، خايف على ردة الفعل ديالك. اللي كتقول واش كاين عندي زواج مع هذا الأسمر، كنشوفه واخا مقلق ولكن نيته صافية ومازال غادي يكون عندك زواج مع هذا الأسمر، ما كنقولكش دابا ولكني مازال غادي يكون عندك زواج مع الأسمر رغم المشاكل ورغم العراقيل ورغم النفسية اللي هو فيها. كنشوفه عنده طرف ثالث ولكن مازال غادي يتفارق مع هذا الطرف الثالث ومازال غادي يرجع لك هذا الأسمر هذا. بالنسبة للأبيض فهو باغي الأولاد، باغي الأطفال، كيموت على الأطفال هذا الأبيض هذا، ومازال غادي يكون عندك معاه أطفال. وبالنسبة للحنطي واخا كيبغيك غادي نشوفو حتى هو بحالك، غادي يكون عصبي متردد مشكل، الحب كاين والهضره كاينه ولكن حتى هو نفسيته شويه غادي تكون تعبانه. وقلنا الاسمر راه كاينه مرأة في حياته ولكن مازال غادي يتفرق معاها. وبالنسبه للحنطي فالمرأة اللي كانت معاها او الطرف اللي كان معاها فراه غادي يتفرق معاها قريبا جدا، او يعني راهم مفارقين يعني بلا ما تشغلي بالك، فالحنطي مفارق مع هاد السيده هذه اللي هي طرف ثالث. اما الاسمر مازال كنقولك مازال غادي تفرق واخا طال الزمن، مازال غادي تفرق مع هاد السيده هذه. فهذا كان الفال ديالك يا الحنطيه، ونشوفوا الفال ديال السمراء. ان شاء الله فالك خير وفال ايجابي يا السمراء، وانتي وحظك مع الفال. وعلى فكرة نسيت ما قلتهاش في البداية، فكل ما كان التجاوب ديالكم مع الفيديو يعني كل ما كانت تعليقات اكثر، كل ما كانت مشاهدة اكثر ولايكات اكثر، غادي نعاود لكم الفال. شت ما كاينش تجاوب البرج ديالكم ما نبقاش نديرو. فمثلا كنشوف مثلا الفيديو شافوه 4000 او 5000 واحد ولايكات عليه ما كاينينش، فهذا كيعني انه ما عجبكمش. فإلا نتوما عجبكم الفال ديال الابراج خصني النسبه ديال المشاهده تطلع، خصني لايكات اكثر وتعليقات اكثر، باش انا ماشي كنتعب على والو، نتعب ونحط فيديو والناس ما كتشوفوش او الناس ما كيعجبهمش ما كيديروش لايك، فما غاديش نعاود نديرو مره اخرى. هذا الفال ديالك يا السمراء، وانتي وحظك مع الفال، ان شاء الله فالك خير وفال ايجابي على النيه. برج الحوت، البشره السمراء، كنتي متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، هذا الفال ليك يا السمراء.
هذا قلبك تخمام كيأتيك الله، قلبك تخمام كيأتيك الله، قلبك تخمام كيأتيك الله. هنا قلبك على فلوس أو حاجة مادية، كتفكري في أوراق أو عقود، يأتيك الله بمبلغ مالي بسيط، واخا انت كتفكري في مبلغ اللي هو كبير، ولكني غادي يجيك يعني نص المبلغ أو نص هاد الحاجة المادية اللي كتفكري فيها بزاف. كنشوفك هنا كتشوفي الأسمر، تابعة هاد الأسمر باغياه، ولكني هو كنشوفه رد عليك بالظهر، كنشوفه مغير او مؤلم، او انت غادي ديري ليه حاجه اللي غادي تألمه، او غادي يسمع عليك حاجه اللي غادي تخليه يغضب عليك، اللي هي في عمل او في شراكه، او انت موظفه، فكاين شخص جديد غادي يدخل، انتبهي منه، شخص جديد غادي يدخل معاك في العمل، فغادي يكون عندك معاه مشاكل، سواء كان ذكر او انثى، ردي بالك في العمل من الشخص الجديد او الانسانه الجديده اللي داخله في هذا العمل هذا. بالنسبه للحياه العاطفيه هاد الايام هذه، غادي يكون عندك مره يعني مره نزول ومره صعود، يعني مره راكم مزيانين مره خصام، مره مزيانين مره خصام، يعني ما راكمش متخاصمين نهائيا، وما راكمش عاوتاني في حاله جيده. فكنشوف هاد الايام وخصوصا اليومين الماجيه من رؤيتكم للقراءه، هكا غادي يكون مد وجزر، مد وجزر بينك وبين الحبيب او بينك وبين الزوج ديالك. بالنسبه للعتبه كنشوف فيها فرحه كبيره في العتبه، كاينه ذبيحه في العتبه او مناسبه، او هي فرحه في العتبه. وحتى هنا كنشوف ان مراه داخله لكم العتبه بالحاجه الثقيله، يعني بحاجه ماديه كبيره جدا. وحتى الا كانت عندكم سيده في العتبه مريضه، فكاين تشافي. كنشوف بالنسبه للحظوظ، فالحظوظ بالنسبه لك شويه قليله، وخصوصا مع الابيض والاسمر، فشويه حظوظك ناقصه. اما العتبه والمشتر يعني الناس اللي في العتبه، العائله وانت معاهم، عندكم فرحه في العتبه، مناسبه ساره، ذبيحه في العتبه، ولكن انت كنشوف عندك شويه امورك لا مع الاسمر ولا مع الابيض، ما عندكش حظوظ هاد الايام هادي، عندك شويه خصامات ونقاشات، وخا كيكون تصالح، ولكني كتعاودوا ترجعوا عاود للنقاشات والخصامات. كنشوف الحنطي، الا كتنتظري مكالمه هاتفيه من هاد الحنطي، فالمكالمه الهاتفيه كاينه بينك وبينو فلوس، او بينك وبينو هديه هاد الحنطي هذا. الا كنتي مطلقه مع هاد الحنطي، او نتوما على طبلت المخزن وحطي الاوراق ديالكم على الطلاق، مازال متردد، يعني هو ما باغيش هذا الطلاق، ولكني كاين تردد، ما كيبانليش هنا واش غادي يتم الطلاق ولا لا، لانه هو كيشوف راسو انه غدرتيه او انك لعبتي عليه، هو باغي الاستمراريه وباغي الرجوع، ولكني مرات اخرى كيفكر وكيقول الحل يمكن كاين في الطلاق، فمازال كيفكر، مازال عنده هنا اسبوع كامل مازال كيفكر ومتردد جدا هاد الحنطي هذا. وكاينه شي وحده من الاهل ديالو اللي هي باغيه يطلق وباغي ياخذ بالنصيحه ديالها، ولكني هي ضد انه يستمر معك. اللي كتنتظر قلنا مكالمه هاتفيه، فالمكالمه هاتفيه كاينه، غادي يكون بينك وبينه فلوس او بينك وبينه حاجه ثقيله. فقط هنا هضرنا على اللي عندهم مشكل ديال الطلاق، اما الاخريات فكاين الاتصال، كاين فلوس، كاين حاجه ثقيله بينك وبينه، كيبغي يطور من الحياه ديالو، كاين زواج. هنا بالنسبه اللي عندها الابيض النحيف، غادي يهضر لك في الزواج، زواجك قريب مع هذا الابيض النحيف، وكيشوف لك الزهر ديالك، كيشوف لك الحظ ديالك، كيبغيك. فهذا مجال الفن. وكنشوف هنا بالنسبه اللي عندها الابيض وهو في البلاد البعيده، فكيفكر في المجيء، عنده سفر هذا الابيض، عنده سفر وعنده تغييرات الى الاحسن هذا الابيض هذا. ونعاودها لكم، فقلنا انت كتفكري في مبلغ مالي كبير او حاجه ماديه كبيره، ما غاديش تحصلي عليها كامله، غادي تحصلي على النص ديالها. كاين شخص جديد غادي يدخل في العمل، ممكن ذكر او انثى، انتبهي، لان ممكن يكون عندك معاه مشاكل او صدامات مع هذا الشخص الجديد. كنقول في الحياه العاطفيه عندكم مد وجزر، مره مزيان مره خايب، يعني في هاد اليومين عندكم شويه خصامات، شويه تصالح، شويه حاجه مزيانه، شويه حاجه
خايبه. قلنا بالنسبه للاسمر غادي يكون رد عليك بالظهر هاد الايام الجايه، انت تابعه ولكني هو رد عليك بالظهر، كيفكر هنا في اوراق، عنده تسهيلات في اوراق وفي مبالغ ماليه، هو كيفكر في الرجوع، مغير يعني مضيوم هاد الحنطي هذا، حتى هو متردد كيشوف للرجوع، ولكني مرات امراه كبيره او الاهل ديالو كيشجعوه على انه يتفارق معك، وانتيا غادي تكوني تابعه. كنقول ما كاينش حظوظ مع الابيض ولا الاسمر، الحظوظ ديالكم شويه ضعيفه. كنقول بالنسبه اللي عندها الابيض النحيف، فالزواج كاين هضره وفي خطوبه او فرحه كبيره كاينه، حتى الا ما كانش زواج او ما كانش خطوبه وكان هذا الحبيب ديالك او الزوج، فكاينه فرحه كبيره او غادي يهضر معاك بخصوص حاجه غادي تفرحي عليها جدا. بالنسبه للحنطي، كان زوج او كان حبيب، فكاين اتصال هاتفي، كاين مبالغ ماليه بينك بينه او هديه، كيشوف لك هذا الحنطي واخا يكون بعيد عليك فهو كيفكر فيك. بالنسبه اللي هضره هي مع هذا الحنطي او متخاصمه معاه حاليا او كتهضروا بخصوص الطلاق، فهو متأني جدا، ما باغيش الطلاق، باغي الاستمراريه معك، ولكني مرات كيفكر في الطلاق وكيقول واش يمكن هذا هو الحل الانسب، فعطي الوقت لنفسه، مازال 6 ايام غادي يبقى تيفكر حتى انه ياخذ قرار. كاينه سيده قريبه منه ممكن من الاهل ديالو ما كتشجعوش على الاستمراريه، اما هو فخايف انه يتخذ قرار و يعني يندم بعد ذلك. كنشوف هنا مرأة كبيرة في السن كتشوف لكم العتبة وداخلة لكم بالحاجة الثقيلة، واللي عندهم مرأة أو سيدة مريضة في العتبة فعندها تشافي. كنشوف عندكم ذبيحة في العتبة أو مناسبة سارة، وكذلك كنقول والصدقة الصدقة الصدقة لأن كطيح هنا، فاللي عندهم حد مريض ومازال ما تمثل الشفاء، لأن هنا غادي تمثل الشفاء، فإذا تمثلت الشفاء ذبيحة، وإذا ما كان مازال مريض ديروا ذبيحة صدقة 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 صدقة. وكذلك الأخريات كلكم اللي عندها مشكل بخصوص السكن فذبيحة على نية تيسير الأمور. وكنقول حتى البنات السمراوات اللي راكم متعودات كديروا طقوس أو من طبيعتكم كتقدموا مساعدة لأي جهة كانت أو ندرتوا نذر، فوفوا هذاك النذر. كان هذا الفال ديالكم برج الحوت على النية مع أنت وحظك مع الفال. كنبغيكم بزاف، تهلاو فراسكم، استمتعوا بالحياة، إلى اللقاء، باي باي.